والغنم والماعز، هذول حليبهم كله يحتوي على اللي هو الكيزين بروتين A1. البقر يحتوي على الـ A1، هذه كيزين بروتين A2، هذه ما فيها مشكلة على الدورة الشهرية بالنسبة عند المرأة، لأن أكثر شيء يسبب اضطرابات وآلام عند الدورة الشهرية أو في الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة وشو؟ حليب الأبقار، مش الجواميس، هذه كلها جواميس. اللي قبل شوي الحليب والموزريلا اللي شفتوه حليب جاموس. وعندهم معمل كامل ما صورته أنا، يشوفون التحاليل وما التحاليل بالنسبة للحليب، كل البرودكتس عندهم. يا الله حجمه كبير، مرة كبير. زيتون عضوي، هذه كلها منتجاتهم. الجاموس formaggi di vacca, c'è il caciocavallo, c'è burrata affacciata. Madonna. Poi ci sono pecorini, formaggio di capra, però non sono tutti la nostra produzione. Okay. Noi perché facciamo la bocca. So winner. One shot. One shot, man. أنا بقسمها وقال لي لا كلها مرة واحدة. نقول بسم الله. سجدوريو سكوساتي. مو كذب والله العظيم يا طعمه. يذوقونه. Però la teoria è one shot. ولازم كلها مرة واحدة. لا تقطعها. أنا بحاول أقطعها قبل شوية ثانية ما تنقطع. Like this way. شوف إذا ضغطتها يطلع حليب من جوا. تصب تصب تصب. يا سلام. شوف إذا ضغطت. على فكرة نسبة اللاكتوز في الجاموس لا تذكر، يعني حليب الجاموس مناسب للي عندهم حساسية لاكتوز، مناسب تماما، يعني 0.000 لا تذكر أبدا. هذه هي الجواميس. طبعا في هناك في الحوش وفي من وراء